اسامه وبضيوف حضرتك الكرام، ومعانا كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بنادي الاهلي. كابتن خالد بيبو، بنرحب بيك في البدايه. يعني بنقول لك بسم الله ما شاء الله، قطاع السنه دي سواء نتائج او اداء شكل اكثر من رائع، النظام كله كويس وده ملموس في النتائج وفي الاداء. اهلا بيك طبعا، وبسلم على الكابتن اسامه، كابتن حشيش والكابتن بلال، ومنورين طبعا قطاع الناشئين النهارده، واول مباراه هوا السنه دي، وشكر حلو علينا، هو 2-0 في الشوط الاولاني. طبعا بشكرك طبعا على وجودكم. الحمد لله ربنا كرمنا والدنيا ماشيه بشكل كويس، مكملين على شغل الكابتن فتحي السنه اللي فاتت او السنتين اللي هو اشتغلهم في قطاع الناشئين، انا بكمل وراه. وزي ما احنا متعودين كلنا بنكمل ورا بعض في النادي. الحمد لله، يعني الامور ماشيه لغايه دلوقتي بشكل محترم جدا، يعني ماشيين في كل البطولات بشكل كويس. موسم الحمد لله لغايه دلوقتي ماشي بشكل محترم. اعتقد من البدايه كابتن كانت الخطوات واضح انها مختلفه وثابته، خاصه بدايه من معسكر اسماعيليه اللي اعتقد فرق كبير جدا مع كل الفرق. والله الحمد لله احنا يعني جهزنا للموسم بشكل كويس، بدايه من التعاقد مع المدير الفني التشيكي. بصراحه يعني اختيار كان موفق جدا، الراجل شغال بشكل محترم جدا، شغال مع كل المدربين بشكل محترم، شغال مع اللعيبه بشكل محترم. قدرنا ان احنا نجهز من بدايه بيه، وبعدين دخلنا على السنه دي من اول موسم نقدر نعمل معسكرات في كل الفرق، المسابقات 6 و5 و3 و1 و99 كلهم خرجوا معسكر، وكنا في مدينه الاسماعيليه عملنا معسكر كان يعني بشكل كبير كان ناجح. كنا حابين في البدايه كده ان الولاد كلهم يتجمعوا، كنا فتره طويله الكورونا والولاد ما كانوش متجمعين، وكانوا فتره طويله قوي ما بيتمرنوش، فكنا حابين ان احنا نقربهم مع بعض. طبعا باجراءات احترازيه كانت شديده جدا في اسماعيليه، خرجنا من المعسكر استفدنا فيه بكل حاجه، مش تدريبات بس، اشتغلنا مع الولاد في حاجات كتير قوي، شغل فني وشغل البدني اشتغلنا عليه بشكل كويس، محاضرات فنيه للولاد، محاضرات فنيه للمدربين، محاضرات فنيه للدكاتره كمان كانوا بيخشوا معانا المحاضرات، يعني محاضرات تغذيه، كل الامور اشتغلنا كويس من بدايه الموسم، والحمد لله قدرنا ان احنا يعني نبدا كويس. رجعنا دخلنا على محاضرات التحكيم، والفتره الجايه في شغالين كمان في حاجات بنجهز لها ان شاء الله تبقى كويسه جدا للقطاع. يعني اخيرا يا كابتن، شايف اذاعه المباراه في استوديو التحليل في الناشئين النادي الاهلي، شايفه ازاي واثره على الولاد ايه؟ لا، حاجه كويسه طبعا. الولد الاسر مبدئيا قبل الولاد، الاسر تبقى نفسها تشوف امنيه تبقى للولاد من الاسر من هو صغيرين بيشوفوا. يعني انا بدي تحيه طبعا من خلالكم لاسر قطاع ناشئين، يعني فعلا بيتعبوا جدا. انا بشوف بعيني امور بتبقى صعبه جدا، الاولاد الامور بيبقوا قاعدين في اجواء صعبه، وكل يعني بيبذلوا كل مجهود عشان خاطر الولاد يبقوا موجودين في الملعب، فتبقى لما بيشوفوا على التلفزيون دي اول امنيه بتتحقق له. طبعا بشكر قناه الاهلي ان هي قدرت ان هي تشتغل معانا على حلم الولد، وان شاء الله نقدر نكمل مع بعض لغايه ما نشوف الولد في حته احسن ان شاء الله. شكرا كابتن، بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا. كابتن اسامه، ده كان لقائنا مع كابتن خالد بيبو من هنا من